يوم على طلب وهج مثل ما اتفقنا قبل يومين. انت خوش مدلله البنات. ضبطت ويانا. هاي خوش مدلله. انا اترخص اروح. لا ضبطت ويانا اليوم احنا اتفقنا على تشاينيز. راح التشاينيز فود راح هي مرهمت ما اعرف كان بحلقتي اي صار بحلقتك التشاينيز دجاج حار بارد كان اسمه اي دجاج حامض حلو حامض حلو حامض حلو دجاج عاد حافظك هو في شيء مرادف على فكره اي بس صحيح يعني ما في مشكله تمام اليوم لا اليوم طبخنا شنو على قولت احمد بعد انا اخذتها من عند الكل اليوم الهجمه من الهجمه العراقيه اليوم هلا هلا اليوم الهجمات اكيد طبعا ماكو اليوم سبيناغ على طريقه اهلنا اهل بغداد اوكي اهلنا ضيعونا لا ان شاء الله ما ضيعونا ان شاء الله يلقونا اليوم راح نسوي السبيناغ بس على طريقه بغداد يعني ما راح نسوي على طريقه النجف وكربلاء طبعا تحياتنا كل اهلنا بنجف وكربلاء او على طريقه الشبزي اللي يشتغلوا بالبصره لا اللي هو يكون اللحم فتت لا ذاك يكون اخضر اي اليوم احمر ومالت البصره يصير بيه سلق مو بس السبيناغ حلو اللي هو الشبزي مره حكيت عن فرق الشبزي والسبزي شنو مالت بغداد هو شبيه هو الفرق انا ما اعرف الشبزي يحطون بيه سلق اهل البصره يخلون ويا نفس المكونات هذه اللي راح هسه نشرحها ونعطي مكوناتها على الجو يخلون بيها سلق يضيفون لها سلق للاكله يعني سبيناغ وسلق هذا شو اسمه هذا سبيناغ مرقه سبيناغ لا لا اللي يحطون له سبيناغ الشبزي واللي ما يحطون له السبزي فرق ثلاث نقاط بس اكثر ولا اقل والمعنى بقلب الشاعر طبعا السبزي هي اكله ايرانيه يعني السبزي هي اكله ايرانيه اليوم لا راح نشتغل سبيناغ العراقي واكو بعض الناس يحبوه باللوبيا اكو بعض الناس يحبوه بالحمص اليوم انا حتى هذا الطرفين راح اشتغل لوبيا وحمص هو يحب قوليات الخضر راح اخليهم سوا راح يكون كلش طيب يامي مكونات شنو عندنا عندنا السبيناغ فريش طبعا مغسول ومقطع وكامل من الشفته وعندي لوبيا سالقتها وعندي حمص واكيد لحم الغنم اللي هو راح يضيف النكهه مسلوق وكامل ومثل ما تشوفون المي مالته انا ما اذبه اخليه على طبخه نفسها وعندي الاله يسموها هن اللي هي خاصه الخاصه مالت السبيناغ هاي الارض اعرفها شنو اللي هي الخضره تجي وياه اللي هي تجي حلبه وكرات وكزبره وشبن اوكي هاي مرات الحلبه ما تتوفر يوخروها مرات لا بتوفر موجوده يخلوها أوكي. هذه الاله مالت السبيناغ اللي هو ينطيك اياها ابو المخضر ويا انا اول مره اسمع مفرده الاله من خالي دكتوراه بهندسه الكهرباء الله يحفظك فمن حكى لي اياها قال لي اله انت راح لك قلبك اي توقعت باختصاصه يعني شنو اله طلعت هي اله هي الاله هي اللي هي تضيف الخضره والسبيناغ السبيناغ سر الطبخه مالته انه ينحمس زايد هو يتعب بس بالحمس يحب حمس ويحب اللحم اللي تختاره يكون اي بالضبط يعني راح اخليك تحمس يوم تطلعي منها ريحتك كلها دهن وسبيناغ وبصل كل شيء علينا علينا شنو مستخدمه اليوم انا مستخدمه للطبخ بصل الاحمر البصل الاحمر ينطي نكهه بالطبخ كلش طيبه هم سجلوا المكونات خلينا نعيد عليهم المكونات موجوده عندكم على الشاشه راح نقول المكونات واحنا نشتغل بصل اكيد خلينا زيت وبصل والسبيناغ والاله اللي هي شبنت وكزبره وكرات وحلبه يعني اذا ما لقيت الاله والسبيناغ هي هاي الاله مالتها يتخلى اكيد البصل وكميه بصل حلوه تخلوا لازم شنو تصير تسميه اله هم يسموها الاله مال السبيناغ هي بعد هذا الاسم جايه من الشركه ايش لحد لحد الشركه زيرو زيرو اله السبيناغ اوكي نخلي البصل اقول لك احنا اليوم نتفرج وين بع انت شوفها على الكاميرا بع الالوان شلون حلوه شوف الخضره شلون تعطي الوان حلوه انت مو الخضره الكارثه وين الكارثه اني يعني قصة عشق ويا البقوليات إذا نوع واحد نوبتي حاطت لك نوعين حمص ولوبيا لا والشيف قالت حتسوي شوربة بيها كل أنواع البقوليات أي أكيد الآش الآش إن شاء الله نشتغله الحلقة الجاية أنت اليوم كلش رايحة باتجاه الفرات الأوسط يعني نجف هم يحبون كلهم الآش كلهم أهلنا إن شاء الله أكيد صح. كل العراق أهلنا بس إحنا لازم إنه اشتغلنا أكلات من الموصل اشتغلنا من البصرة اشتغلنا من بغداد فأكيد الفرات الأوسط لهم حق علينا طبعا الدليمية لا عاد شيف أكيد ضروري الدليمية وهز عندك حلقه بعد حددي مسارك يا تبسي يا دليميه يا اش براحتك يلا اي لا شف لحق نسوي دليميه ولحق نسوي تبسي همين اي لحقي طبعا احنا لحق كل شيء نسوي هسه راح ننزل لحم المسلوق اريد شفوف حتى اساعدك اوكي انت راح تساعديني بالسلطه لان هنا الحمص راح يضل بس اوكي شوفي ننزل اللحم مالتنا المسلوق والمي نخليه على صفحه هسه واثناء ما انزل اللحم قلت لكم الخضره مالتي يعني تحب حمص زايد فش اسوي خلي اللحم يحمص اوكي وننزل الاله مالت السبيناغ الاله اللي نعيد مكوناتها ان شاء الله نلقى سر تسميتها اي انا كزبرة حاول اسوي لك سيرش بالضبط كزبره وشبن وحلبه وكراث نشفها عدل
وهج اخذي لي هذه هناك بدون زحمه. تفضلين. شكرا. شفتي شيف ما خليتك اليوم تطبخين وحدك. ها والسبيناغ يحب زيت، يعني يحب انه الخضره مالته تحب حمص هوايه. اكو ناس شنو يسوون؟ يحمسون المعجون واللحم يخلوه على صفحه، والخضره كلها هي البصل يحمسوها على صفحه لحد ما انه يتغير لونها وتذبل كلش وتطلع كل السوائل مالتها، يلا بعدين ينزلوها على المرقه مالت السبيناغ وخلوها تفور سوا. هاي الايرانيين يشتغلوها هيك، بس احنا لا، احنا نحمس اللحم والخضره. احس هيك اطيب، ياخذ كل شيء طعم، يعني الطعم ياخذ كل شيء بالضبط. فاحنا هسه شنو نسوي؟ وهج الايرانيين يفصلون الاكل، يعني كل شيء يحمسون الخضره وحدها وبعدين ينزلوها بالطبخه، واكو بيهم لا يحمسوها سوا، بس الاغلبيه شفتهم انه يحمسون الخضره واحد وبعدين ينزلوها ويثرمون ناعم كلش، بحيث يصير شلون على بالك الطحين يعني كلش كلش ناعم. تمام. ومرات يستخدمون مجفف، يعني السبيناغ والخضره هي اي لا احس كلها يستخدمونها مجففه. وين الطعم راح يصير؟ يعني ما اعرف، يستخدموها بحيث انه يعني بس شكل يمكن؟ بالضبط، حتى لا لا مو شكل بس، هسه مرات احنا الشبنت بنخلي التمن المجفف ينطيني طعم اقوى من ذاك. والله اي، لانه انا المجفف راح تكون كميته اكبر، مثلا عندك انت اذا جففت 10 باقات شبنت راح يصير من عندها 5.